حلو من تتضارب السلطات الثلاثة وتتلازم من الياخات، والأحلى من السلطة التنفيذية تلقي نفسها بخندق واحد ويا التشريعية وخصمهم القضاء اللي المفروض يصير الحكم. هذا التضارب راح ينشرح بسياق التقرير، بس بالأول خلونا نبدو ويا القضاء وانتبهونا زين. اليوم مجلس القضاء أصدر بيان حول الطعون الانتخابية ودعاوى إلغاء جزء من النتائج. البيان يقول أنه اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة 8 من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007، وملخصه أنه في حال عدم قناعة المشاركين بالانتخابات بالنتيجة اللي حصلوا عليها، عليهم تقديم شكوى لمجلس المفوضين اللي يصدر قراره أما سلبا أو إيجابا حسب الأدلة اللي يقدمها صاحب الشكوى الفردية. انتبهوا زين، الفردية مو الجماعية. زين، وإذا صاحب الشكوى ما اقتنع بالقرار، إذا ما اقتنع بالقرار يرجع رأسه إذا ما اقتنع بالقرار يقدر يطعن به أمام الهيئة القضائية موجب نفس المادة، والهيئة القضائية هي اللي تخصمها. يعني ماكو نص بالقانون ينطي الهيئة القضائية صلاحية أن تتخذ قرار بإلغاء نتائج عامة بالشكل اللي تطالب به بعض الأطراف. طيب، وإذا تم اتهام المفوضين نفسهم بالتلاعب، شو نسوي يا قضاء؟ مو مشكلة، ممكن المتهم يراجع محكمة التحقيق المختصة ويقدم الأدلة والله كريم. زين، شنو معنى هذا التوضيح؟ معناه أنه يا طاعنين بالنتائج لا تتعبون نفسكم، المفوضية هي الكل بالكل حسب قانون الانتخابات، لهذا ما لكم غير تروحون باشر للبرلمان وتجرون موال يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. المفوضية خصم وحكم، والطريقة الوحيدة لتحييدها هو أن يتم التصويت على تعديل قانون الانتخابات بشكل يسمح للمفوضية أن تعيد العدو الفرز يدويا، وهذا اللي المفروض يصير باكر. بس حتى لو صارت القسمة، من يضمن عدم الطعن بتعديل التعديل أمام المحكمة؟ والسؤال ربما يكون كالآتي: هل سيعمل التعديل الجديد بأثر رجعي ويطبق على الانتخابات اللي جرت، أم أنه الانتخابات صارت وفق القانون قبل تعديله وما يحق العودة إلى مرة ثانية؟ هنا ممكن نرجع للطرف الثالث المتنفذ، واللي يسدد رمية حرة مباشرة اليوم وبالمثلث. من هذا الطرف؟ إنه مجلس الوزراء اللي صادق اليوم على استنتاجات وتوصيات اللجنة الوزارية العليا اللي شكلها للتحقيق وخروقات الانتخابات. المجلس صادق عليها وانطاها صفة الإلزام وضمنت ما يلي: أولاً، يصار إلى عدوى فرز يدوي ما لا يقل عن 5% بجميع المراكز. ثانياً، إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات وتزوير جسيم ومتعمد. ثالثاً، التوجيه لجهاز المخابرات والأمن الوطني وأجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون. رابعاً، الطلب من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ما ورد بالتقرير. خامساً، إحالة تقرير اللجنة الخاصة لهيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة. سادساً، يحال التقرير لمجلس النواب لأخذ ما يراه مناسباً، وتتويجاً لهاي الرمية المباشرة والموجعة للمفوضية قرر مجلس الوزراء منع مسؤولي المفوضية من درجة معاون مدير عام فما فوق من السفر إلا بموافقة رئيس الوزراء. يعني الجماعة منعوا من السفر وتخلوا بالزائد، وراح تتحرك عليهم دعاوى قضائية وملفاتهم ترحلت للنزاهة، وهذا التطور راح يقوي موقف البرلمان باكر. يعني المتردد راح يحضر، والخايف خليه يتكتر، وربما يصاب يكتمل ويتعدل القانون. بس هذا مو نهاية المطاف، العركة طويلة ودرب المحاكم أطول ويراد له خلق، ويا محلاها من تتضارب السلطات وتتلازم من الياخات.